السلام عليكم أحبائي، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكان بارك لكم بمناسبة هذا العيد الكريم. إن شاء الله الله يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة، وكان قدم لكم حليوة سهلة بدون فرن بدون تعقيدات، يعني كنحتاجو عين شوكولا اللوز اللي في الثلاجة كتجي روعة، بالسيليكون ديال الأرابيسك وشكل أسطواني وخفيفه في 5 دقائق، والحلويات الاخرين ديال السليله ان شاء الله نشاركهم معكم مره اخرى. الشوكولات نفس الشوكولاته اللي درت، يعني احتاجي شويه شوكولا وشويه الزيت، واختلف الديكوراسيون بسكوين. ان شاء الله نشاركهم معكم بهاد السليلات بالتفاصيل بالمميل لهاد التشكيل، كيجي زوين و يعني المنظر، ونتمنى يعجبكم. يعني حاجة ما تاخدش لكم الوقت بزاف، يعني تقدروا في نص ساعة توجدوا كمية كثيرة كثيرة. أنا وجدت كمية مهمة، ماشي كثيرة ماشي بزاف. أنا صورت معكم هذا البلاطو قليل، يعني الحاجة كيقولك في البساطة الحاجة القليلة. يعني ما كتاخدش الوقت بزاف، يعني بسرعة الإنسان ما يبقاش يخمم فران لا خميرة لا حتى حاجة لا دقيق. يعني وكيجي الشكل ديالهم مقبول وزوين ولذاذ، وخصوصا الا كانت الشوكولا يعني ماركة زوينة وتكون يعني لذيذة، علاش لا. وتاكلوها ان شاء الله، تجربوها وتاكلوها بالصحة والراحة، وغادي نعطيكم التفاصيل وتوجدوا كمية اللي بغيتو، ما محتاجينش بزاف. السلام عليكم احبائي، غادي ندير لكم واحد الحلوة خفيفة سهلة، يعني ما محتاجينش بزاف. غادي نحتاجو الشكولا ذايبة سوداء او بيضاء على حسب الاختيار ديالكم، مع شوية زيت. وغادي نحتاجو شوية اللوز مهرمش او كاوكاو على حساب القياس اللي غديرو. غادي نحتاجو مول سيليكون ديال الارابيسك اختلاف، وغادي نذوبوا الشوكولاته وغادي نملؤوا هنايا. وانا باش نربح صراحه الوقت جا درت الطبقه الاولى جمدات، وغادي ناخذ شويه هذا ديال الخليط وغادي نصبه هنايا فوق هذاك الشوكولا. كناخذ شويه صافي، وغادي نملا هاد الشيء. كنحاول يكون داكشي متوازن، كنحاولش ندير يعني كميه قليله من كتروش، حيت مازال غادي نديرو طبقه شوكولا. اللي بغى يديرو مسحو كويرات يقدر، انا خليته هكا درتو مقرمش يعني مهرمش درتو حبات قليل. غادي نحاول نبسط عير بايدي باش يجي متوازن، باش نحاول نديرهم قد قد. بين ما برد لي الشوكولات الاخر باش نخويه فوقه، وغادي ندوز هاد الكميه جا كملتها، وغادي ندير هاد الكميه الاخرى. كنحاول نبسط باش تجي كميه متناسقه. نحاول نخدم واحد شويه بيدي،
حلوات خفاف ضرار في محتاجوش ثلاثة، وبواحد السرعة كنوجدوهم. غادي نشوف الشوكولا لي شتفات شوية باش متدوبش ليا الشوكولا لي لتحت. وغادي ناخد معلقة صغيرة باش نعرف القياس. نتماشاو بحال هكا. كنحاول نبسط الكميه. ولا بغيتو ديروا عقده اللوز حتى هي كتجي زوينه. بصراحه ما درتهاش، كان باقي عندي هادشي موجود من حلوه اخرى، وقلت علاش ما نشاركش معكم حاجه بسيطه، يعني الحاجه اللي توجد بالخف بلا بدون تعقيدات بدون فرن في متناول الجميع. نقدروا نوجدوها كاملين حتى الوليدات الصغار علاش لا. كنحاولوا نضغطوا من الجنب يمشي يوصل داك الشوكولا للجنب. ومن بعد ملي قديتو الشوكولاط غادي ندير الشكل الاخر اللي سايبته هو. حيدو دوك الزوائد باش يجي مقاد. وغادي ننظف السيليكون ونتلاقاو. ومن بعد صافي كنخبطوا بحال هكا باش يتقادو. غادي نديرو في الكونجيلاتور واحد 10 دقائق هكاك 15 دقيقه ونزولو كيكون جا موجود. ونتمنى تعجبكم. ومن بعد مني شدو راسو كنحاولو نقلبوهم، نحاولو نخرجوهم غير بشوي. كنحصلو على هذا الشكل. حشوة الشوكولا مع الكاوكاو او اللوز اللي عجبكم عمرو بيه. حنا درنا شويه اللوز كيجي هذا الشكل ديال الارابيسك كيجي رائع. ومن بعد كنحاول ننظف ليهم الجوانب بسكين. وغنشوفوا الشكل الاخر كيخرج على هذا الشكل. راه مغاير بحال بحال ولكن راه مغاير. رائع.